اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده البساطه والسهوله والمرونه، عايزين نعمل فراخ مشويه النهارده بالخضار، هنشوف نعملها ازاي ونكتسب طعم الخضار مع الفراخ المشويه. ومن جور السعيد بيسعد، لو كانت فرخه وزنها كيلو ونص طبعا الموضوع هيبقى شيق وجميل. معانا النهارده سموزي الجوافه بجوز الهند، وده حصريا على شاشه القناه الاولى، ازاي اعمل سموزي في طعم المكسرات ولتكن جوز الهند اللي هي فوائدها لا تعد ولا تحصى. معانا طبق مكرونه جامد جدا النهارده، المكرونه بالطماطم. مدرسه المغازي بتقول ايه؟ تسويه المكرونه مع الصلصه او مع الصوص اللي تابع للمكرونه بالتاكيد طعم المكرونه هياخد من الصلصه والصلصه تاخد من المكرونه. تعالوا نعمل طبق مكرونه دلوقتي على طريقه الشيف المغازي. ومدرسه المغازي بتقول ايه؟ سلق المكرونه مع الصلصه او مع الصوص او مع الجوسي او مع البيون التابع ليها بياخد من النكهه بيها. ونشوف نعملها مع بعض ازاي. معانا مكرونه بينا اهي يا فندم، طماطم، معجون طماطم، زعتر، روزماري، بقدونس، زعتر وروزماري وبقدونس. المقادير على الشاشه: مكرونه، طماطم، معجون طماطم، زعتر، روزماري وبقدونس، وشويه البصل وشويه الثوم. وتعالوا مع بعض نشوف نعملها ازاي. معانا زيت زيتون حلو، بحط مع زيت الزيتون يا عم الشيف مكعب زبده. الاكلات السريعه دي والمدرسه السريعه دي بتعجب الستات البيوت دلوقتي وربات البيوت والامهات، لان هي ما بتقفش في المطبخ كتير. هتقولي لي الاكل هنا بنفقد من القيمه الغذائيه بتاعته؟ بالعكس، اهو الزيت مع الزبده، انتهز فرصه الزبده بتسيح، احط البصلايه والتومه دي بالشكل ده كده. البصل هيوجع لي عيني، احط شويه زعتر. شفت ازاي؟ مدرسه، لان عايز صوص طماطم متخدم عليه، عايز شويه طماطم متخدم عليهم. حلو الكلام. معايا عود روزماري حلو. دايما لما بكون عند بتاع الخضار او بتسوق الاقي الروزماري ده ما افكرش على طول، اجي واخد لي حزمه وشايل، لان هروح تاني يوم مش هلاقيه، ده مش متواجد دايما. بس انت ممكن تزرعيه في البلكونه على السطح في زلعه فخار كده يطلع معاك زي الفل. هنقلب الروزماري مع الزعتر والبصلايه، اكيد اتخدت لون تاني للبصلايه وخدت طعم تاني كده. انا مش خايف من البصلايه اهي، الريحه حلوه، ريحه الزعتر والروزماري في البصله. ننزل بشويه التوم الحلوين، نقلب بس. ده تأسيس صوص الطماطم. لو انت عايز تعمل شويه صوص طماطم حلوين لبيتزا، لفطاير، لطبق مكرونه حلو، لطبق عربياتا حلو، لصوص مثلا هتحطيه على مشويات، على فراخ، دي التأسيس، دي المدرسه. خلي بالك معانا معجون طماطم غير صوص الطماطم. وطالما حطيت معجون طماطم بالشكل ده كده، على طول فوقهم معلقه سكر علل ولماذا لعلاج وتلاشي الحموضه اهي. حلو قوي، جميل قوي. فين المكرونه يا شيف؟ اصبر على رزقك. عند المكرونه هنا عايز احلها. يعني ايه احلها يا عم الشيف؟ يعني احلها في ماء مغلي. في ماء مغلي. حلو، نحلها ازاي؟ هو ده الكلام. ميه مغليه على النار. حلو، خليك جدع كده وولع. ميه مغليه على النار، وبعد ما تبقى الميه مغليه بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحط فيها شوية زيت، شوية ملح صغيرين، شوية زيت، شوية ملح صغيرين.
احلها بس يعني ايه تاخد الميه يعني مش اقل من دقيقتين، مش هسلق المكرونه انا. بص بقى الصلصه دي ده التاسيس، بص عليها كده والله عايز لون البنكي اللي الاولاد بيحبوه. هنحط ميه ونشا بقى لون بنكي. انا عايزها بالطماطم، ريحه الصلصه رهيبه والله رهيبه. عملت ايه يا عم الشيف؟ زيت زيتون وزبده، حطيت بصله اتحمرت مع الزعتر والروزماري، حطيت التوم كله مع بعضه، استنيت عليهم هسه، نزلت معجون الطماطم معلقه بمعلقه سكر واقلب في انسجام هنا دلوقتي. مع السداسيه اللي هم ست حاجات، بصل توم روزماري زعتر طماطم سكر، حلو قوي. هناخد صوص الطماطم اللي جاهز عندنا ده، هو ده. الله ده مدرسه دي يا عم الشيف. حلو، نعمل ايه يا عم الشيف دلوقتي؟ المكرونه عندنا، نعم زي ما انت عايزه، مكرونه بينا ماشي، مكرونه سباكيتي ماشي، بس ايهما افضل؟ البنة. دايما الصلصات والصوصات بتحب المكرونات زي المقصوصه دي اللي بيبقى فيها مكان تشيل من الصوص، ودي المكرونه اللي احنا بنعملها بالبشاميل. على فكره المكرونه دي هتاكل صوابعك وراها، عد صوابعك قبل ما تاكليها. ليه يا شيف؟ لانها معموله بمزاج وبحب. دايما بقول مفاتيح السعاده الزوجيه هي مطبخك يا هانم يا مدام. المكرونه تحل في قلب الماء المغلي بالزيت والملح، تحل يعني ايه؟ بحضرها بس. مش اقل من دقيقتين، مش هستنى عليها لما تغلي، لان انا عايز استفيد بالميه دي في بقيه السلق او في تكمله التسويه. بص على الحلاوه دي كده. الله ايه الجمال ده يا عم الشيف، ايه الحلاوه دي؟ شايف اللون الحلو ده كده؟ شايف الجمال ده كده؟ هعمل ايه دلوقتي؟ سيبها على النار كده مع شويه الفلفل الحلوين بتوعي، مع شويه البابريكا الحلوين بتوعي. اصنعي طعم بقى. بصراحه عايز احط شويه كركم. حلو، بصنع الطعمه مع الصوص ده. لغايه دلوقتي احنا زي الفل، فاهمين انت بتعمل ايه. المكرونه فين من الليله دي كلها؟ يلا بينا، يلا بينا. ادي المكرونه، الطريقه دي مهمه جدا على فكره، صفيها من الميه كويس. هي استوت يا شيف؟ اصبر على رزقك، الله يرضى عليك. وانزل بقى هنا. الله، المصفى هنا ملهاش مكان بينا. ونقلب المكرونه، بسم الله الرحمن الرحيم، مع الخلطه دي. دي مدرسه بقى، اسمها مدرسه المغازي. خلي بالك، انا عايز المكرونه تتعرف على الابداع الطهوي اللي انا عملته مسبقا، اللي هي البصله مع زعتر وروزماري، سداسيه التكوين، وبعدين حطيت عليها تومه، معلقه معجون طماطم، معلقه سكر. حلو قوي، بسيبها شويه. شفت المكرونه خدت لون ازاي؟ الله، استوت المكرونه، هي بص واقفه على هزه. خدت الملح بتاعها، خدت التوابل بتاعتها، كل اللي اعمله يا عم الشيف اعمل كده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا اهو. بس خلاص، الله عليك يا عم الشيف. ونقلب دول كده بجد. شويه مكرونه لو دورتي في جوجل كله مش هتلاقيه. سيب المكرونه دي تستوي يا عم الشيف، وما تحطيش اي حاجه خالص نهائيا.
ونغطيها، لازم نغطيها. تعالوا نطلع مع بعض الفراخ. اه ايه الاخبار مرزق؟ يلا بينا فراخ مشويه بالخضار. عينيا الله يا بنت حلال، تقول لي خلي بالك الطاسه جيبت الخلاصه. الله الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ تستاهل؟ يلا زيزو اي خدمه. ايه ده؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ شويه فراخ. نعم حاضر والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزاه. بتقول لي فين البرتقال؟ خياله سابوا كل حاجه واللي شاغلهم ازاي برتقال. ادي البرتقال يا استاذه، اعمل ايه انا في البرتقال ده بقى؟ اعمل فيه ايه؟ ركزي معايا كده بقى، ركزي معايا شويه. هعمل حركه دلوقتي جريئه قوي، بس جيبوها لي بتفاصيلها بالله عليك يا زيزو، بالله عليك تجيبها لي. شوف الرذاذ اللي نازل، هو ده يا ويلي. عرفت ليه انا حطيت برتقال؟ اه عصره الليمون على البرتقال، هي دي بقى. كل الفراخ دي وادعي لي. اه واعصر واعصر جامد 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 جامد. شفت البرتقال؟ ما اكلتهاش، خدت الجوس بتاعها والطعم بتاعها اللي هو انسجم مع الصوص بتاع الفراخ، نزل على الفراخ وهي سخنه. حلو الكلام. نفس الطريقه نعمل مع الفص التاني. اهو فين الفص التاني بتاع البرتقال؟ اهو تعالى يا حلو تعالى، عايزك انا. اهو بص تاني. اهو طبعا هو عشان هو سخن انا بشتغل بيه كده. اهو حطه كده. عرفت هنا البرتقال؟ اه. دوري بقى في كل المعاجم اللغويه العربيه الاجنبيه الاوروبيه، مش هتلاقي التركايه دي. اه خالص. دي نتيجه ايه؟ نتيجه الخبره. كل البرتقال اللي هنا اللي هم الخمس فصوص ست فصوص هتتعامل معاهم بنفس الطريقه، مش هتاكليهم، عشان برضو ما حدش يفتي يقول لك قشر البرتقال. خالص، انا عايز زيوت البرتقال، قشره البرتقال، طعم البرتقال. اهو بص تاني تاني يا زيزو. اه بص 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 بص، عجبني قوي الموضوع على فكره، والله العظيم اول مره اعملها. انا ببص كده حواليا عايز احط حاجه تانيه مع الخضار، البرتقال اللون البرتقالي خطف عينيا، رحت على طول. ما ده بقى الايحاءات، ودي ده اللي هو بيسموه الرزق. اه الابداع. اه تاني فاضل واحده اهي 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 بقى. والله عجبني الموضوع يا استاذ رحاب، انا الموضوع بوصله لك، بس هي الوحيده اللي قالت لي ايه؟ هو البرتقال مع التوم ينفع؟ شفت الرقه؟ اه بس دلوقتي هتجربي البرتقال بالطريقه دي صح؟ اه اه المزازه والطعم. اه بس خلاص شلنا البرتقال من قلب الخضار. تعالوا مع بعض نعمل العصير بتاعنا. اوعي تقبل، اوعي تعلق على اي حاجه بعد كده. حلقتنا النهارده فيها كلام كتير، سامحوني انا ما بحبش اشتغل وانا ساكت، بس الكلام منه نتيجه. بخش تفاصيل الاكله، بخش في صميم الاكله، التفاصيل التفاصيل. الفراخ عملناها مشويه بطريقه، التركايه بتاعت عصره البرتقال الحموضه مع التوابل اللي انا حطيتها مع الفراخ والكفر بتاعها اكيد خليتها في مكان تاني، تشكيله الخضار مع البصل مع الطعم لطيفه وجميله. عملنا مكرونه سداسيه المكونات او سداسيه التكوين، معرفش جت معايا ازاي، وهنكتبها على السوشيال ميديا، يعني من المكونات السته اللي قبل المكرونه ما تنزل عليهم. عملنا سموزي جامد جدا بجد، في طعم جوز الهند مع الجوافه مع حليب مع سكر مع فانيليا، حكايه تانيه وطعم تاني. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.